اليوم في هذا الفيديو جمعت لكم على أربع شخصيات مهمة في تاريخ إسبانيا. إيزابيل الكاثوليكية هي ملكة إسبانية واللي حكمت في إسبانيا، وهي كانت ملكة كاستيل، منطقة هذه في شبه وسط الجزيرة الإيبيرية الإسبانية والبرتغالية. هي زادت في سنة 1504 و1451 توفت، وفي سنة 1469 تزوجت مع الملك فرديناند تاع أراغون. في هذه الفترة جنوب إسبانيا كان تحت إدارة المسلمون. وش دير إيزابيل وفرديناند؟ كانوا يدبروا مؤامرة أنهم يعاودوا يفتحوا البلاد وجنوب هذيك البلاد ويسترجعوا الحكم تاع البلاد. وفي سنة 1492 صارت إسبانيا تنتمي وتنتسب ليهم وتابعة الملك نتاعهم. ملك هذا أراغون فرديناند هو الكاثوليكي، كذلك حكم سيسيل وكاستي، وكان تاني هو وحد شبه الجزيرة الإيبيرية مع الملكة إيزابيلا وقوى النفوذ والسلطان نتاعهم، وأخذ غرناطة سنة 1492. وهو وحد الإسبانيين على دين واحد وقام بطرد المور واليهود، وفي خارج إسبانيا قاوم وواجه الفرنسيين ودفع بهذه أو بهذا الطموح، هذاك الطموح تاع الفرنسيين كان ضدهم، ضد الفرنسيين التوسع في إيطاليا. وبعد ذلك هو كان مع الإيطاليين ضد الفرنسيين وحاربوا الفرنسيين وما حبوهمش أنهم يتوسعوا داخل إيطاليا. وبعد ذلك ترك، لما توفى ترك الحكم نتاعو لابنه شارلز وخلى له هذيك مملكة أراغون. هذه الشخصيات اثنين، وخصوصا شخصية إيزابيلا الملكة الكاثوليكية، إيزابيلا الكاثوليكية اللي هي شخصية قوية في تاريخ، مشهورة في تاريخ إسبانيا. إيزابيلا الكاثوليك، هذه إيزابيلا كي الملكة تاع كاستي وتاع البرتغال، ودخلت مع صراع كبير مع الأخ نتاعها هنري الرابع ملك كاستي، واللي كان يريد استبدال الملكة إيزابيلا هذيك إيزابيلا ببنته يورثها لبنت أخوانا، ولكنه طأطأ راسه ونحنا وقبل وافق بزواج إيزابيل مع فرديناند وهي الوارثة الشرعية لعرش المملكة الأراغونية في سنة 1469. بعد موت هنري الرابع صارت هذيك إيزابيلا ملكة على كاستي في سنة 1474 ميلاد، وزوجها فرديناند هو ملك أراغون في 1479. ولكن ملك هو زوجها ما كانتش عنده حتى يعني سلطة ونفوذ وتأثير رسمي على دولة زوجها نتاعه، ولكنه بفضل مساعدة زوجها تمكنت إيزابيل أنها تقاوم وتقاتل ألفونس الخامس حاكم وملك البرتغال اللي أغاث هذا الملك وساندو لويس، وهذا في القرن الحداعشر، واللي احتل كاستي في سنة 1475 ميلاد. وبانتصارات الملكة إليزابيث هنا أجبرت هي وأرغمت ملك البرتغال أنه يتخلى على المطالبة كاستي. إذا هنا إيزابيل قيدت نفسها أنها تعيد السلام إلى البلاد وأنها تخضع النبلاء هذوك إلى النفوذ والسلطة الملكية. وهي رتبت ونظمت الإدارة المركزية، المال نتاع الإدارة يعني الإدارة المالية، وهي أيضا المملكة رتبت المملكة وشجعت النهضة الثقافية الإسبانية، كونت الجامعات وأنشأت الجامعات ولعبت دور هام وتفوقت بزاف وكلامها كان مسموع، تفوقت في تنظيم وإعادة تشكيل وإصلاح الدين هنا في ديانة بروتستانتية تاع كاسي، وأنشأت محكمة التفتيش هذيك اللي هي محكمة كانت دينية وكانت تلاحق المتهمين في الدين نتاعهم. في سنة 1478 طردت اليهود من كاستي وكملت الفتوحات نتاعها استمرت فيهم. وفي سنة 1492 ميلادي بالجيش نتاعها والجنود نتاعها إيزابيل والزوج نتاعها فرديناند استولوا على غرناطة، آخر حصون والموقع المحصن لإسبانيا المسلمة،
وفي نفس السنة الملكة تقدم دعمها لكريستوف كولومب المقدام ذاك المشروع اللي كان حاب يوصل لأمريكا، فدعماته في اكتشافات نتاعو. وهي كذلك وقفت مع إيطاليا ضد فرنسا، لأن فرنسا حاربت فرنسا حتى ما تدخلش لإيطاليا. في سنة 1496 البابا تاع الإسكندرية في مصر في القرن السادس وهب الزوجان الملكيان هذوك لقب ملوك الكاثوليكية، الزوجان هما فرديناند وإليزابيث إيزابيل. ملكة إسبانيا حافظت وصانت كليا بغيرة وعناية قصوى سيادة والاستقلال الداخلي تاع كاستي، وبزواجها مع فرديناند نظمت وجهزت هذاك الزواج والتكاتف والتعاون الحنيني مع زوجها بالوحدة السياسية اللي حقتها لإسبانيا، وتبنات القوة والسلطة وهذاك الجبروت اللي دارته الاستعمار، السلطة الاستعمارية لسيادة هنا كاستي وإسبانيا. الشخصية الأخرى اللي هو المغامر الإسباني اللي زاد سنة 1547 وتوفى سنة 1485 هو أغنون كورتيس. هذا الإسباني اللي في الفترة نتاعو اكتشف كريستوف كولومب أمريكا، يعني قارة جديدة، وهذا من البحار الأوروبيين الملاح اللي كانوا أوروبيين يرودوا البحار بغية الاستكشاف حتى يكتشفوا قارة جديدة، واللي يرسلهم ملك إسبانيا. أنا كورتيس كان يوسع فتوحاته ويغزو، يحاول يحتل المكسيك مع الجيش الكبير والإمبراطورية حتى هذيك يحتلها تاع ليزافتيك ويضمها لإسبانيا. فهو من بعد هذيك الحرب اللي قادها كورتيس كان ديريجي بار، يعني لا كونكيت ديريجي بار هنا لي اسبانيول بار كورتيس. ومن بعد هذا الشعب تاع ليزافتيك هو شعب عسكري وقوي، دائما رجال الدين يتحكموا فيه، دونك توجور دوميني هما باغ لا ريليجيون. ضم هو كورتيس من غزا الإمبراطورية تاع ليزاستيك ضمهم إلى مقاطعتنا إسبانيا. فهو كان مغامر إسباني ودخل في العسكر وكان فاتح وكان مكتشف ومغامر يحب المغامرات، وشخصية مهمة في تاريخ الإسباني. En résumé, Corté هو الكونكيرون تاع اسبانيول دي مكسيك، هو الفاتح الاسباني للمكسيك، هو ثاني لان دي برومي كونكيستادور اللي من الفاتحين الاوائل اللي فتحوا المكسيك، و il partit donc en 1519 à la conquête du Mexique et détruisit l'empire des Aztèques اللي سموهم موكتوزوما في سنة 1521. هو راح حتى يغزو هذيك المكسيك ويحتلها ويحطم هذيك الإمبراطورية تاع لي زازتيك، ومن بعد سماه شارل كان. il fut alors nommé par شارل كان le gouverneur général de la nouvelle Espagne. دونك شارل كان هو سماه الفاتح الحاكم المحافظ لي هنا العام تاع إسبانيا الجديدة. وهذيك لا بارتي سبتنتريونال دو لامبير اسبانيول. دونك لا رونتري هنا اون اسباني كانت رجع اون 540، عاود رجع في سنة 45 لإسبانيا، و il tomba donc en disgrâce. Voilà, هذه l'histoire تاع كورتي أرنان اللي هو المغامر إسباني وشخصية هامة في تاريخ إسبانيا كذلك، مكتشف مغامر. شخصية مشهورة بزاف في إسبانيا هذيك الإصلاحات اللي كانت في مذهب الكاثوليكية في الدين، وهنايا جات العواصف وتفوق نظام تنظيم القوى الحربية لإنجلترا الإنجليز وتحريكها القتال البحار الإنجليز، تمكنوا من إفشال الحملات العسكرية وغزوات فيليب الملك هذاك الثاني والتصدي لهذه السفن الإسبانية.
واعتقلوا سجنوا سيرفانتس هذاك الكاتب الإسباني المقرب، وكان مقرب من وكان أحد خلصاء المخلصين تاع فيليب الثالث، والملك هذا هو اللي ألهم الكاتب الإسباني واستوحى منه روح الفكاهة والدعابة العنف والقسوة هذيك المأساوية التراجيدي. هذاك النقد اللاذع الهجاء اللي في الكتب تاع اللي كتبها نتاعو دون كيشوت وأعمال تاع فيرسيلاس وسيغيزموند، هذيك الروايات اللي دارها هو والنسخ الجديدة تاع والكوميديا ولا تراجيدي المأساة اللي هي يعني كانوا يكتبوا روايات تعبر على صراع شخصيات تجاه قدر خاص. فدون كيشوت دو لا مانش هذا لانجينيو ايدالغو هذا الماهر الحادق البارح قام بكتابة رواية سردية وعمل قصصي طويل يقوم على سرد المغامرات ودراسة الأخلاق والطبائع تحليل العواطف المشاعر، وهي رواية دون كيشوت. هو هذه فيها جزئين، راجل نبيل من عائلة من الشرفاء ومسن اللي يقضي وقته في مطالعة الروايات الفروسية ونظامها العسكري الإقطاعي، وبدأ يميل إلى أساطير الأبطال المفضلين ويصير المفضلين ليه، وتصير مطالعة الأساطير الأبطال هوايته المفضلة، واللي هذوك الأبطال كانوا مكسوين ولابسين أسلحة دروع قديمة معتقة ويركبوا جواد طاعن في السن ويروحوا يغامروا ويختار امرأة في المخيلة تاعو، واختارها قروية من الجوار اللي عمدها ونصرها الراهب دولسيني. وكان يرافقوا هذا دون كيشوت كان يرافقوا حارس نتاعو الخادم نتاعو سانشو، وهو هذا الحارس والخادم عقله سليم ورشيد، كان دائما يسعى الى معالجة البلاوي تاع المصايب النكبات الوهمية الافكار الجنونية تاع افكار السيد نتاعو ومولاه. فلهذا في النقاد هنا في القرن العشرين اعتبروا الشخصية هذه تاع دون كيشوتي وشكشوت شخصية مبلية ومهجورة، وهي كنموذج ابطال الروايات العصرية هي مهملة، وهم عبروا عن يأسهم بذاك النقد نتاعهم، يأسهم الشديد للرجوع هذيك الأساطير القديمة المنسية حتى يجدوها، وهي مثالية الماضي يقول لك المثالي اللي كان تصوري وخيالي في العالم الخيالي. شخصية ثانية مشهورة في إسبانيا واللي هو ميغيل سيرفانتس، هذا كاتب مشهور بكتابه الانجينيور، وهو ماهر وحاذق وفارس مجنون وطائش. فذا دون هوتشاتي يسافر من وسط إسبانيا للجواز نتاعو الطاعن في السن ويهاجم الطاحونات الهوائية، ظنا منه أنه هذه الطاحونات الهوائية عمالقة أشرار جبابرة. وكان يرافقه مروض الجياد والفارس، هو معلم الفروسية لدى الأمراء وكان حامل السلاح، وهذا سميته سانشو بانزا. هذه الشخصية اللي مشهورة كتير في الشخصية الرابعة المشهورة في إسبانيا هو رسام في إسبانيا، كان رسام مشهور اللي يسموه بابلو بيكاسو، وهو زاد سنة 1881 وتوفى سنة 1973. هذا الرسام اخترع طريقة جديدة في الرسم، في الرسم التصويري، هو فنان تكعيبي والمذهب نتاعو في الرسم هو هذا تكعيبي، يكون في الرسم وفي النحت وين يمثلوا الأشياء بمكعبات وأشكال يمثلوها هندسية أخرى ويمثلوها في الرسم يصوروها بأشكال بسيطة. بابلو بيكاسو الفنان هذا الإسباني المشهور الرسام راح يعيش في فرنسا، راح سنة 1905 ميلادي، وفي فرنسا رسم ألواح، وهذيك الألواح اللوحات التشكيلية نالت شهرة واسعة، من بين هذه الألواح كانت اللوحة تاع دموازيل، نال بها شهرة كبيرة. ومن بعد كذلك
بعد اللوحات هذه دوموزيل كان كاين لوحات اخرى لي تاع دوموزيل دافينيون، هادو كاين الواح تاع لوغيف الحلم ولوحات تاع غيرنيكا. كان هذا هو هذه اربع شخصيات مشهوره في اسبانيا. En résumé, le peintre Ada, le Picasso, c'est un peintre, dessinateur, graveur, sculpteur espagnol. Bah, il s'installe à Paris en 1904. Son œuvre, qui a bouleversé l'art moderne, on marque à travers d'étonnantes métamorphoses graphiques et plastiques. Quelle est la richesse de son temps, émouvante époque bleue et rose, 1901-1905, le cubisme, t'as les demoiselles d'Avignon, manifeste d'un primitivisme violon à New York tenu, ou le néoclassicisme dans les tentations surréalistes et abstraites en sculpture, le faire souder comme en peinture, ou l'expressionnisme, grande toile noire et blanc qui prend parti aussi contre le franquisme. En 1937, fit Madrid, thème inépuisable du peintre et son modèle, la série interprétant des chefs-d'œuvre de la peinture à travers un éventail de manières les femmes d'Alger. D'après Delacroix, où il va en 1954, les Minines, aussi d'après Velázquez, en 1957, les deux musées sont consacrés à l'artiste. À Paris ou à l'hôtel Salé et à Barcelone aussi. Cada huwa el fennan Picasso, le cubisme, le surréaliste,